احنا رجال الحمد لله هنموت رجال، هنعيش فيك يا غزة رجال وهنموت رجال. اللي طلعنا الجيش النازي، الجيش اللي ما عندوش رحمة ولا إنسانية، بتحارب في مدنيين، حارب مدنيين، النسوان وأطفال بيطلع عريانين. اتصل علينا الصبحيات الجيش قالوا لنا ما ضقت عبسان وما ضقت غزاع والزنة والقرار وبنسيلة، كلها أخلى فجأة، الحكاية بكلها شغلة فجأة فجأة. يعني بقول المنطقة، بقول لنا منطقة آمنة، منطقة ما في منطقة آمنة في كل قطاع غزة، كله بيضحكوا علينا وبيصوروا علينا، عمي مشان الله ايش هذا؟ يعني كل واحد يعني يطلع بشنطته وخلص يطلع في يجري فيها، نسيب اغراضنا ونسيب الخيمة تبعتنا، وين نروح الحين انا وحالنا؟ في عزين الشوب هذا، الواحد لا معاه مصاري ولا واحد معاه حاجة ولا واحد مدور علينا، لو وقت ايش نضلنا زي هيك احنا؟ رايحين مش عارفين وجهتنا وين؟ قاعدين بناكل كاكل وبناكل دب وبناكل هوي. وين نروح؟ مرة على البحر نموت، مرة نندهر. ليش ايش في؟ ايش بصير؟ كفهم هجين هاينا مش عارفين وين رايحين ولا وين جايين، هاينا بنجري من هنا لهنا مش لاحقين دخيل الله حسبي الله ونعم الوكيل. ايش اللي خلاكم تطلعوا؟ ايش اللي خلانا نطلع القذاف مطر نزل عروسه وشهد دب الدنيا في بني السيل على دوار العلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل وبس. احنا نطلع مش قادرين نتكلم، طلعنا بدوننا يا الله، طلعنا بدوننا مش عارف انت وين رايح ولا مين ماشي. ايش اللي بصير؟ زي ما قالوا لنا، قالوا لنا اخليه اخلينا، ما نعرفش ايش اللي بصير. هاي القذائف وصلت لخط صلاح الدين، لخط صلاح الدين وصلت القذائف، ايش اللي بصير؟ لو وقتش احنا بنضلنا ننزح من منطقه لمنطقه، 10 مرات ننزحنا من 7 اكتوبر، ايش بدكم؟ ايش اللي ضايل؟ والله تعبنا خلص تعبنا.